من حقنا أن نتكلم ومن حق الناس أيضا أن يعبروا عن وجهة نظرهم المختلفة. لكن عندما توصل إلى حد أنه لاعب أفضل لاعب في إنجلترا، أفضل لاعب في إفريقيا، فايز بلقب الدوري مع ليستر، ينضم لمانشستر سيتي ب 60 مليون يورو، يلعب أساسي في واحد من أفضل النوادي في العالم، يعني في موقع وعنده ثلاث منافسين أو أربعة في المكان اللي يلعب به، عندما توصل تشكك فيه وتقلل من قيمته، هذا فيه يا إما أنت مريض مع احترامي، أو اللي صوتوا على محرز أفضل لاعب في إنجلترا مرضى، اللي اختاروه أفضل لاعب في إفريقيا مرضى، ومورينيو هو الأكبر مهبول، لأنه كلمة مهبول قاسية على مجنون وعلى مرضى. أنا أعتقد بأنه أتصور بأنه مورينيو هو مهبول، إحنا مجانين وهو مهبول، أنه يجيب 61 مليون يورو باش نجيو نقولوا لاعب عادي.